السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. حرب ثلاثية وحشية تلوح في الأفق على لقب الوزن الثقيل لبطولة UFC. الكاميروني فرانسيس نغانو لم يعد في مأمن. لنبدأ القصة من أولها. فرانسيس نغانو أعنف رجل وأقوى رجل على وجه هذا الكوكب، حصل على لقب الوزن الثقيل لبطولة UFC بعدما دمر الكرواتي ستيبي ميوتيتش بلكمة قوية للغاية. لو أصابت إنسانا عاديا سترسله للإنعاش بالتأكيد. نزع نغانو اللقب في لحظة أعتبرها من بين أشد اللحظات تأثيرا في عالم القتال وفي عالم الرياضة بأكملها. شاب تحت عتبة الفقر في دولة فقيرة بإفريقيا كالكاميرون إلى متشرد بالمغرب وإسبانيا وفرنسا وبعدها إلى أقوى رجل في العالم. نعم، صنع الشيء من لا شيء. نغانو بعد نزاله ضد ميوتيتش اتضح فعليا لمتابعي القتال أنه لم يعد له منافس تماما، بل أصبح المسيطر على الوزن الثقيل. لكن مؤخرا بدأت هذه المؤشرات تغير. فهل فعلا نغانو في مأمن؟ هذا ما سنعرفه خلال هذا المقطع، فتابعوه لأنني سأتكلم بتلقائية عن هذا الموضوع الشيق جدا. ما هدد أمن نغانو؟ شيئين. أولا، صعود أسطورة الوزن الخفيف الثقيل الأمريكي جون جونز إلى الوزن الثقيل. أصبح مقاتلا في الوزن الثقيل وقد زاد من وزنه، بل يقوم بتجهيز نفسه بقوة وتدريب شاقة للغاية من أجل دخول هذا الوزن. الشيء الثاني هو انتصار الفرنسي سيريل غان بمستوى رهيب وسيطرة كاملة في نزاله ضد الأمريكي ديريك لويس. إذن أصبح هناك مقاتلين ينافسان نغانو، جون جونز وبطل الوزن الثقيل المؤقت سيريل غان. مدير منظمة UFC دانا وايت قبل مشاهدة مستوى غان أمام لويس قال: من سينتصر في هذا النزال ويحصل على الحزام المؤقت للوزن الثقيل فليعتبر نفسه قد حصل على الحزام الحقيقي وأنه بطل. ربما كان دانا يظن بأن غان لن يصل لذلك المستوى أمام لويس، لكن بعد نهاية النزال تفاجأ دانا وايت بذلك المستوى الرهيب والجماهير رشحته ليكون منافسا حقيقيا لنغانو. دعونا أولا نتعرف بشكل جيد على هؤلاء الثلاث مقاتلين، فرانسيس نغانو، سيريل غان وجون جونز، لتكون لديكم فكرة أكبر. لنبدأ ببطل الوزن الثقيل الكاميروني فرانسيس نغانو. يبلغ من العمر 34 سنة، طوله هو 1.94 سنتيمترا، يزن أكثر من 120 كيلوغراما. رصيده القتالي هو 16 انتصارا مقابل 3 هزائم. ما يميز نغانو هو أنه ليس نغانو السابق، مقاتل كان بتقنيات أقل من التي لديه الآن بكثير وبمراحل. بعدما كان مقاتلا عاديا يتميز بالقوة فقط، أصبح مقاتلا يتميز بقوة أكبر وتقنيات أفضل وشخصية أرقى من السابق. اشتغل على نفسه كثيرا ليصل لما هو عليه الآن. المقاتل الثاني الفرنسي سيريل غان. هذا المقاتل يبلغ من العمر 31 سنة، يزن أكثر من 110 كيلوغرامات، طوله 1.95 سنتيمترا، رصيده القتالي هو 10 انتصارات مقابل ولا هزيمة. نعم، غان لا زال بدون هزيمة، 10 انتصارات، رصيد أكثر من رائع. هذا المقاتل ما يميزه هو أنه يقاتل بسرعة لا توجد في الوزن الثقيل، يقاتل وكأنه مقاتل في الوزن المتوسط أو الوزن نصف المتوسط، يعني جسمه متناسق وكذلك يتقن القتال وقوفا بشكل رهيب. وصل للقب الوزن الثقيل المؤقت عن جدارة واستحقاق. نزاله السابق ضد لويس يبرز كل شيء، لكن قبل ذلك كان قد تفوق ببراعة على العملاق الروسي ألكسندر فولكوف وكذلك البرازيلي دوس سانتوس. أما عن الأمريكي جون جونز فلا يحتاج تعريفا كثيرا، إنه الأسطورة بدون منازع،
مقاتل أقل شيء يمكن القول عليه أنه متكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مقاتل فنون قتالية مختلطة حقيقي بأسلوب حقيقي ومختلف. يبلغ من العمر 34 سنة، بطول 1.93 سنتيمترا، بوزن أصبح حاليا من 93 كيلوغراما إلى 110 كيلوغراما. رصيده القتالي هو 26 انتصارا مقابل هزيمة واحدة، وكانت هذه الهزيمة عبر خطأ. جون جونز هو أسطورة الوزن الخفيف الثقيل وأسطورة الفنون القتالية المختلطة عامة. بعدما حقق كل شيء في الوزن الخفيف الثقيل وأصبح أسطورته بدون منازع، صعد الآن للوزن الثقيل من أجل إثبات أنه المقاتل الأفضل. يريد خطف لقب الوزن الثقيل أيضا. دعونا نترك الحديث عن المواجهة المحتملة بين نغانو وجونز وننتقل للحديث عن فرانسيس نغانو وسيريل غان. أولا، الصراع قد تأجج بينهما بشكل كبير جدا. النقطة المحورية في هذا الصراع هو المدرب فرناند لوبيز. فرانسيس نغانو كان يتدرب لدى لوبيز قبل أن يغير طاقمه التدريبي. لوبيز الآن هو مدرب سيريل غان، وكل من غان ونغانو كان أصدقاء في نادي فاكتوري جيم بفرنسا تحت قيادة المدرب فرناند لوبيز. أيضا صديقين مقربين ويتدربان مع بعضهما أغلب الأحيان. لكن ما تغير هو أن نغانو قد غير مدربه وغير أصدقائه بالنادي تماما، واتجه لمنحنى آخر. يبدو أنه قد أعطى ثماره ونجح بالفعل نغانو، لكن هذا الأمر خلق صراعا حقيقيا. المدرب لوبيز يتهم نغانو بالخيانة ويقول بالحرف الواحد وبالأدلة بأن نغانو كان يتدرب لديه في فرنسا بدون مقابل، يعني احتضنه للتدرب لديه وشد بيده نحو طريق احتراف الفنون القتالية المختلطة، بل كان يدعمه من جميع النواحي سواء معنويا أو ماديا. عندما يتكلم لوبيز عن خيانة نغانو يتكلم بحرقة، يقول أنه عندما كان نغانو برصيد 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، وكان آنذاك يحلم بالالتحاق ببطولة كبيرة، مرت الأيام وقام لوبيز بالاتصال بنغانو في عيد ميلاده. قال له نغانو: لدي هدية لك. فأجابه نغانو: ماذا؟ هل الكمبيوتر الذي أريده؟ قال: لا، شيء أكبر من ذلك، لدي عقد من بطولة UFC. وفي تلك الفترة انتقل نغانو إلى أمريكا للقتال بUFC، ويقول فرناند لوبيز أنه السبب في كل ذلك. مرت الأيام واستطاع فرناند لوبيز أن يشد بيد مقاتل آخر وهو سيريل غان، الذي التحق مباشرة بالوزن الثقيل بUFC، بل ونجح الآن في خطف الحزام المؤقت للوزن الثقيل ويصبح المنافس المباشر على لقب الوزن الثقيل ضد فرانسيس نغانو. ما فعله غان خلال فوزه على لويس وحمله الحزام المؤقت، قام مباشرة بالذهاب نحو فرناند لوبيز مدربه ووضع ذلك الحزام فوق كتفه، ثم تحدى نغانو وكأنه ينتقم من نغانو في تلك اللقطة. وربما الانتقام الأكبر ينتظرونه حينما يتواجه غان ضد نغانو على لقب الوزن الثقيل. قصة مشوقة صراحة، لكن دعوني أقدم رأيي الشخصي المتواضع، هو أن نغانو لولا تغييره لفريقه لما وصل لما هو عليه اليوم. صراحة نغانو تطور تقنيا، ما يميز نغانو حاليا لم يكن لديه فيما سبق مع فرناند لوبيز. ربما هناك أسباب أخرى جعلت نغانو يفعل ذلك. لا أحب دائما أن أسمع القصة من ليلى فقط، بل أحب أن أسمعها من الذئب أيضا. لذلك لا نعلم ما يقع في الكواليس، ولا يمكننا الجزم بأن نغانو الخائن والشرير في كل هذه القصة. الآن وقبل مرورنا للحديث عن مواجهة بين نغانو وجونز، دعونا نفكر بعقلية دانا وايت. الأموال قبل كل شيء. إذن دانا وايت بشكل طبيعي وبدون أدنى تفكير سيختار نغانو ضد جونز بدل نغانو ضد غان.
لأن جونز ضد إنغانو تعني ملايين الدولارات، تعني تكسير أرقام البي بي في، المشاهدات، الملايين، الإشهارات، يعني كل شيء سيتحقق من خلال مواجهة إنغانو وجونز. إذن أرشح مواجهة بين جونز وإنغانو، هي الأقرب على مواجهة غان ضد إنغانو. آخر الأخبار تشير إلى أن جماهير الفنون القتالية المختلطة أصابها الملل، كلها تنتظر جاهزية جونز. إنغانو جاهز، على عكس جونز الذي صرح مؤخرا بأنه يريد الوصول لضخامة إنغانو، يريد أن يصبح مثله في الحجم. لكن جونز بالفعل أصبح ضخما، لكن ليس بحجم إنغانو، يعني ربما فعل تضخيما على مستوى أعلى جسمه، لكن ساقيه لازالتا ضعيفتين. وهذا ليس شيئا سيئا، هذا من الجينات، هذا من الوراثة، ما يهم أن تكون الساقة صلبة وليست ضخمة. لكن ماذا إن تواجه جونز ضد إنغانو؟ في عالم الرياضات القتالية تعلمنا شيئا، وهو أن القتال لا يعتمد على القوة أو الضخامة، بل يعتمد على التقنيات قبل كل شيء. وهذا يؤكده فرانسيس إنغانو، لأنه لم يفز على ستيب ميوتيتش إلا بعد تطوير تقنيته. القوة والضخامة لم تفده بشيء، بل التقنيات التي حققت الفارق. وللأمانة إنغانو ليس أضخم من جونز بشكل كبير جدا، بل جونز قوي جدا حتى في رفع الأثقال، فهو يرفع أكثر من 200 كيلوغرام في حركة السكوات. نعم، جونز يتدرب ب 200 كيلوغرام، وهو رقم كبير جدا يؤكد قوة جونز. كما أن قوة تحمل جونز كبيرة جدا، لأنه خلال مسيرته خاض نزالات كثيرة من 5 جولات وبقي بنفس المستوى البدني، في حين أن إنغانو لم يخوض 5 جولات إلا مرة واحدة على اللقب، وكان ذلك قبل مدة طويلة. أما إنغانو في نزالاته الأخيرة فللعجب قد خاض 3 دقائق في ربما 5 نزالات، أنهى كاملة بالقضية، يعني أقل من 3 دقائق في 5 أو 6 نزالات خاضها مؤخرا. كما أن كل من إنغانو وجونز لديهما نفس الطول تقريبا، مع تفوق طول الذراع لصالح جونز. عن التقنيات لنتحدث تقنيا أكثر، تقنيات جونز لا تجوز مقارنتها مع إنغانو. لا أقصد التقليل من قيمة تقنيات إنغانو، لكن الواقع يقول هذا. إنغانو تقنياته أقل بكثير جدا من تقنيات جونز. جونز الأسطورة، يتجاوز إنغانو بسنوات ضوئية من ناحية التقنيات. هل تتذكرون كيف استطاع جونز القضاء على مصارع أولمبي وضخم مثل دانيال كورمير رغم تفوقه في المصارعة؟ إلا أن جونز تفوق عليه رغم ذلك. جونز مقاتل متنوع، سواء وقوفا أو أرضا أو من خلال المصارعة، يستطيع اللكم بطرق مختلفة، بالكوع، بالركبة، بالخنق، بالسرعة. استراتيجيات جونز غير متوقعة. ولنكن منطقيين أكثر، إنغانو رغم فوزه في نزاله الأخير على ميوتيتش صراحة لم يكن مقنعا تقنيا بشكل كافي، حتى أن جميعنا استغربنا عندما قام بالاعتماد على المصارعة، وكان أمرا غريبا جدا وغير معتاد. وحتى أن سي بي ميوتيتش ليس في أيامه، بل قد تقدم في السن وأصبح ضعيفا عما كان عليه سابقا. خلاصة الكلام حول مواجهة إنغانو وجونز هو أن جونز يتفوق من ناحية الذكاء القتالي بسنوات ضوئية على إنغانو. نعم، أعي ما أقوله تماما، وهذا الأمر ما سيجعل الأغلبية يرشحون إنغانو للفوز على جونز، بما أنه ضخم بدنيا وقد قدم تلك الضربات القاضية المخيفة. وبهذا تتجه ترشيحات الأغلبية نحو إنغانو، وبذلك قد يحقق العدد القليل ممن رشحوا جونز أموالا طائلة. أظن أن الكثير منكم قد صدموا من كلامي هذا، أتحدث بجدية. مثلا أقل الاستراتيجيات التي ممكن أن يقوم بها جونز إذا أراد الفوز على إنغانو أن يقوم باستدراجه للجولة الرابعة أو الجولة الخامسة،
وكما تعلمون عضلات ضخمة يعني عياء أكبر، وبذلك يستطيع جونز أن ينهيه بالإخضاع وبسهولة. لكن في النهاية كل شيء ممكن في عالم القتال. أردت فقط دحضة تلك النظرية التي تقول بأن نغانو سيفترس جونز بسهولة. جونز ليس سهلا، جونز أسطورة، ومدام صعد للوزن الثقيل ونيته على اللقب فسيفعل كل شيء. تصريحاته على مواقع التواصل هي فقط للتمويه لا غير. من يتابعون جونز يعرفون ما أقوله تماما. سؤالي لكم، في نزال فرانسيس نغانو القادم، تريدونه أن يواجه جونز أم سيريل غان؟ كذلك ما نتيجة توقعكم إذا تواجه نغانو وجونز أو إذا تواجه نغانو وغان؟ أجيبوني من خلال التعليقات التي أستمتع بقراءتها. فضلا قبل نهاية المقطع اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لتساعدونا على انتشاره بشكل أكبر. كان معكم أمين، إلى اللقاء.